بالمدفعيات، بل هذه أسباب أمرنا الله جل وعلا أن نجمعها. وكلكم يعلم أننا اتخذنا ما يسر الله جل وعلا لنا من الأسباب، وفعلنا ما بوسعنا أن نفعله. بقي الجانب الأهم والأهم الأهم، ألا وهو تقوى الله جل وعلا، أن نحفظ ألسنتنا، وأن نعذر إخواننا، وأن نكف ألسنتنا عن بعضنا بعض، وأن نكون إخوة حقيقيين نقاتل في سبيل الله في صف واحد، نعم في صف واحد، نصحة لبعضنا، محافظين على دماء بعضنا بعضا، يشد بعضنا على يد بعض، نعم نقاتل في سبيل الله حتى يحبنا الله تبارك وتعالى، إذ يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنحن نقدم أعمالنا لله جل وعلا، لا نرتجي إعلاما ولا نرتجي فلانا أن يثني علينا، فإن أخلصنا النية لله جل وعلا فإن الثناء يطولنا، وإن الثواب واقع لنا، وإن الغفران هو وعد من أصدق القائلين، ألا وهو الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، كثير كثير من الإخوة في ساحات الجهاد ربما تشرد أذهانهم وتهفو أنفسهم إلى المدح وإلى الثناء وإلى الإظهار، ربما يوفق الآن أخهم في إصابة هدف، أو يوفق الآن أخهم في عمل ما فيرى نفسه فوق أخيه، أو يرى ينظر إلى أخيه نظرة دون، فهذا لا يستقيم لأخي المجاهد. نعم أسأل الله جل وعلا أن يسدد رميكم، أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبكم على الحق، أسأل الله جل وعلا أن يقذف الرعب في قلوب أعدائكم، واعلموا أنكم تقاتلون من أجل الله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، واعلموا ما دمتم ترفعوا هذا الشعار وهذا الحق فإن الله ناصركم، إن الله ناصركم. الله تبارك وتعالى قال ويدافع عنكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مهما اعتدوا بقواتهم ومهما جلبوا عليهم علينا بأسلحتهم وطائراتهم فإن الله معنا، وإذا كان الله معنا فإنه لا يضرنا من كان علينا، وإذا كان الله علينا فوالله إن قواتنا تذهب أدراج الرياح، وإن عدتنا هذه لا تغني عنا من الله شيئا. فالثبات الثبات أيها الإخوة، والله الله في أخ اتقى الله عز وجل، الله الله في أخ جاهد في الله تبارك وتعالى كما يحب الله تبارك وتعالى، الله الله في أخ خرج وقد صفى قلبه من الكدر، نعم وقد توجه وتعلق قلبه بجنان النعيم، ينظر إلى لا إله إلا الله بعين، وينظر إلى الجنة بعين أخرى. هكذا المجاهد أيها الإخوة، هكذا المجاهد لا ينظر إلى ثناءات الناس، ولا ينظر إلى الآخرين من أجل أن يجلب ألقابا ومدائح، أبدا أبدا. وإن سول لك الشيطان ذلك فاحذر واستعذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ولا تنسى أخي الحبيب، لا تنسى أبدا ما دمت في هذه العبادة أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، أن تكثر من ذكر الله جل وعلا، من التسبيح والتهليل، ولا تنسى أن تكون على طهارة، على طهارة، نعم، وأن تسبح الله تبارك وتعالى. فإن فعلت ذلك فاستبشر أيها الأخ الحبيب، استبشر، والله إننا لن ننصر بقواتنا، إنما ننصر بإخلاصنا لله جل وعلا وبخضوعنا لله جل وعلا. فمن دان لله جل وعلا وتذلل لله جل وعلا رفعه وأعزه الله تبارك وتعالى بقوته. أسأل الله جل وعلا أن يثبتكم وأن يقوي عزائمكم وأن يوحد قلوبكم وأن يثبتكم على الحق وأن يسدد رميكم وأن يلقي الرعب في قلوب أعدائكم وأن يخذلهم خذلانا وأن ينصرنا عليهم نصرا مبينا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج كروبنا ونفس همومنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا على الحق إخوة متحابين، واخذل هؤلاء الكفرة، هؤلاء المجرمين، اللهم أرنا عجائب قوتك فيهم، اللهم إنا نسألك بأحب أعمالنا إليك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، نقسم عليك إلا هزمت هؤلاء ودحرتهم بفضلك يا كريم، وصلى الله وسلم على. وعلمتم ما أعد الله عز وجل لأجر المجاهد المرابط.
فإن الإنسان الذي يعتقد بأن الله الذي أعد هذا الأجر وأن الله الذي وعد هذا الوعد تهون عليه كل المصائب مهما كانت، ربما تتعرضون إلى الجوع، وربما تتعرضون إلى البرد، وربما تتعرضون إلى نقص من أشياء كثيرة، لكن اجعلوا ذلك في سبيل الله جل وعلا، لا تتضجروا ولا تتشكوا أبدا أبدا أبدا. هذا لا يمنع أن تسعى لأن تحوذ هذه الأشياء، لكن هذا الأمر أن لا يكون تضجرا. ابذل لله تبارك وتعالى وأخلص النية في موضعك وفي خروجك، واعلم أن الله جل وعلا قد وعدك وعدا رغب فيه كثير، بل رغب فيه الشهداء أنفسهم كما ورد عن عبد الله بن حرام. إذن أيها الإخوة، أنتم الآن في عبادة يغبطكم عليها، لا أقول الأنبياء، إنما أقول أن هذه العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ذروة سلام الأرض. فلتصبروا وتحتسبوا. ثم أنه أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا فاذكروا الله ذكرا كثيرا. اعلموا أنكم تقاتلون لله جل وعلا وأنكم في صف الله تبارك وتعالى. لا تفكروا أبدا أبدا أنكم تقاتلون من أجل أن يبرز فصيلا ما. من كان هذا الفصيل؟ سواء فلان أو فلان أو فلان، ونحن الآن إخوة بإذن الله تبارك وتعالى، اجتمعنا على كلمة التوحيد، واجتمعنا على أن نرفع لا إله إلا الله. فنحن الآن من جميع الفصائل والانتماءات بإذن الله تبارك وتعالى إخوة. فدمنا دون دماءكم، ونحورنا دون نحوركم. فلا يجوز أيها الإخوة مهما كان وأيا كان لأي أخ مجاهد أن يخذل أخاه في المعركة من أي فصيل كان أبدا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فلا يجوز لك أن تخذل أخاك في المعركة، فإن فعلت ذلك فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. إذن أولا اعلم أنك تقاتل من أجل لا إله إلا الله، وقبل ذلك اعلم أن